طبعا الهدف الأول هو إحياء ذكرى الثورة الشهيد البطل عبد الباسط ساروت، والغاية منها تجمع للرياضيين الأحرار السوريين من كافة الأندية والفرق، تذكير بالثورة ومدى استمراريتها. الثورة مستمرة يعني. أبو حمد احنا كلاعيبه سوريه ما يحق لنا نلعب بانديه تركيه بسبب الكملك، نلعب الدورات نتفضى نفش هموم الوضع الحالي، نسال الله انه والله يفرج علينا ونرجع لبلادنا ونلعب انديتنا بسوريا والله يفرج علينا. البطوله تضم 10 فرق من خيرة الفرق الموجوده بشالي اورفا، طبعا البطوله تضم نحو 120 لاعب رياضي ينشطون بالانديه الموجوده باورفا. طبعا في عده اكاديميات ايضا ترفض هذه الدوره، اكاديميه الهدف، اكاديميه بلد الوليد، اكاديميه الفرات ترفض هذه الدوره بخيرة اللاعبين السوريين الاحرار. فنيا البطولة حلوة كتير كتير وفيها خامات رياضية عالية جدا. سبق للاعبين لعبوا بالأندية السورية وهلا عم يشاركونا بالدورة، وفي منهم لعبوا مع الشهيد عبد الباسط ساروت سابقا. اكتشفنا خامات موهوبة شباب واعدة، وإن شاء الله بالمستقبل منشوفهم بإذن الله تعالى أفضل من هالوضع. دورة عبد الباسط ساروت الشهيد الله يتقبل ويتقبل شهداء سوريا أجمعين. كانت دورة ناجحة بغض النظر عن الظروف اللي تمر بها الشعب السوري بتركيا، من عمل، من ضغط نفسي، من جهد في العمل ك 12 ساعة عمل من الصبح للمساء، فما عندنا غير التنفس الاصطناعي نحن نقدر نقوله انه هالوقت هذا انه اليوم نخلص عملنا للساعة 9 فنجي على الدورة هذه يعني نفضفض عن حالنا، نتعرف على ناس كانت من نخبة من الدوري السوري الممتاز، عرفت علي شلون؟ تعرفنا عليهم بالمكان هذه مع الأصحاب هذه من الجمعة الحلوة هذه. هم